علي، البرنامج هذا انا ماخذه يعني طبيعي جدا مع الضيف. والله ما احب انه البعض يقول لي انه انت تريد تستفز الضيف. يعني حقيقه مع جل الاحترام لاسماء بابل اللي تعتمد عليها من تراثها، لكن بابل ظهرت بهذا الجيل اللي هو جيل تصريحك على نزار أشوفه شوية صعب. كمقدم برنامج أنا أعتبره يتحمل الجزء الأكبر من خراب البيت العراقي. هسه والله احنا نتحمل هالشعراء يعني. هاي هذه القصة توجعك على هذا السؤال؟ ما تسأله أنت ضعيف. أنت تحاسبي وتكتب أشياء ما حاسبيها أنت، صحيح؟ أي. زين؟ على تشوف اليوم القصيدة. الشاعر من يكتبها قصيدة الوطنية تشوفها تأثر بالسياسي. هسه يجي واحد يقول لي ليش تكتب الملك الإمارات؟ بعد غاروا من عبد أبويا، غاروا هذا بلد خير. قلت لك علاوي أنه مو شرط اليوم شاعر توفق أنه يوصل إلى دولة ما يكون هو يمثل العراق. ماكو هيك قاعدة يعني. ضروري ينتبه النفس، لأن هو أنت ما تمثل نفسك كعباس، بس تتمثل العراق. علاوة أكو قصيدة كتبتها في يوم من الأيام وندمت عليها. مدينة العين عدكم جنة على القاع، وإحنا على البواج نعلم العين. جوازك بيجناح الوين ما كان، وأنا بباب بيتي وأنسي الوين. يرحم جارنا اللي يتقرض يزور، واستشهد وظل ما سدوا الدين. إيد تكاون وإيد على الصفاح، شعب ما ندري لسه شلون عدلين.